يا مرحبا ويا مسهلا، الله يسعدكم يعطيكم العافية. اليوم حلقتنا حلقة جديدة، واليوم حنتكلم عن شيء جميل جدا في المدينة المنورة. بشرى سارة لأهل المدينة على طريق ملك عبد العزيز، وما زال لسه ما المشروع يعتبر ما خلص، ونحن حنوريكم من تقريبا من اليوتير هذا اللي هو عند الحرم زي ما انكم شايفين منارات الحرم، حتى الكوبري اللي هو على الدائرة. خلوكم معانا، شوفوا يا اخوان نحن الان في المنتصف زي ما انكم شايفين امامنا اللي هو الحرم المدني، وخلفنا زي ما انكم شايفين اللي هو الدائري، هاي جيك الدائري بقى. والمتوقع اللي نحن نعرفه والله اعلم هذا الخط اللي شايفينه الان حيكون مسار للباصات المتجه دايركت على الحرم المدني. ما في شيء، ما ندري، يمكن يتغير، يمكن يصير شيء جديد، ما نعرف. حتى شارع الأعمدة ما شاء الله تبارك الله يعتبر من الشوارع الآن الجميلة جدا، وحتى سووا الزرع لكن ما فتحوها حتى الآن. لكن زي ما انكم شايفين هذا المتوقع والله أعلم انه حيكون كامل مسار للباصات، وقاعد يشيلوا الرصيف زي ما انكم شايفين، بدوا يشيلوا الرصيف كامل. متى حيفتحوه؟ الله أعلم. اخوان الوضع زي ما انكم شايفين اهو، حاطين اللي هو الخطوط، اتوقع هذا هو الخط الباص اللي هو داخل مسجد الحرم المدني اهو، شايفين يعني في تخطيط على الموضوع ده، وعلى نفس الجهة الثانية ايضا. خلينا نشوف في خطوط ولا ما في خطوط، شايفين يا اخوان في خطوط. فالمتوقع باص رايح الحرم المدني وباص راجع الى الدائري. شوفوا يا اخوان هذا الان الى بداية النفق، المتوقع انه يخرج الباص كده ويسير ثلاثة خطوط زي سيدنا حمزة، ويسير مع المسارات مع السيارات. شوفوا هنا ويدخل مرة ثانية للمسار الخاص للباصات، هذا المتوقع يعني. شوفوا يا اخوان خلفي الان، نحن الان عدينا النفق، وزي ما انكم شايفين شايلين الاشجار كلها هنا، والمتوقع والله اعلم بيشيلوا الرصيف هنا كامل، وحيصير مسار للباصات. يعني هذا المتوقع اللي بيصير، واحتمال هذا المشروع شوية حيطول كم صراحة ما عندي تاريخ معين، ولا اني قابلت احد يمكن يفيدنا بهذه النقطة. شوفوا يا اخوان شالوا الاشجار كاملة هنا، وايضا اللي هو الرصيف، حيشيلوا الرصيف زي ما انكم شايفين الرفاعات. شوفوا هذه الآلة اللي اتكلمت عنها اللي كان في خطف الارض هناك عند الحرم، كان في خطف الارض، لا شغالة ما في احد اهو، حفر ما ادري هو ليش، ما اعرف، يمكن عشان الرصيف يكون، حيكون اتوقع ثلاثة شوارع وشارع للباص. المتوقع انه خلال 5 سنوات القادمة المدينة حتكون غير فعليا، مع المشاريع الكثيرة اللي قاعد يصير مع التوسع مع الامور صراحة مختلف، حتصير المدينة غير، هذا المتوقع والله اعلم. يا اخوان ما ادري هذا عمق الرصيف ولا ايش صراحة ما اعرف، لكن فعليا هو مسار للباصات والله اعلم. شوف يا اخوان شغالين ترى ما شاء الله تبارك الله، قاعد يشيلوا الرصيف هنا، قاعد يشيلوا الرصيف فعليا. الحمد لله نحن الآن وصلنا البشرى السارة لأهل المدينة، خلينا نتوقف ونتكلم فيه بالتفصيل. طيب يا اخوان الله يسعدكم يعطيكم العافية، بحاول قدر المستطاع اشرح لكم نقطة نقطة حتى يكون واضح للمشاهدين ايش اللي هو مفتوح لنا كأهل المدينة، وايش اللي حاليا عليه اعمال ولسه مغلق. طيب يا اخوان
زي ما انكم شايفين، انت لو انك جاي من البحرية من الدائري طالع فوق تبي تاخذ اليوتير، الان زي ما انكم شايفين اليوتير الان مفتوح، تقدر تاخذ يوتير وترجع مرة ثانية على الدائري. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية تقدر تتوجه على طول، هذا من اول مفتوح اللي هو تقدر تتوجه على اليمين كده، وانت كده تتوجه للحرم النبوي. وشوفوا الاخوان الان فتحوا الدائري، انت جاي من طريق ملك عبد العزيز متوجه على طول على انت عندك هناك الدائري، وتقدر تاخذ الدوار وتتوجه للقطار، تقدر تاخذ يوتير وترجع. اما الدوار زي ما انكم شايفين هذا الوحيد اللي مغلق، داخل الدوار مغلق، يعني انت الان جاي من هناك وتبي ترجع ونسيت الطريق انك تبي تاخذ يوتير تبي ترجع مره ثانيه ما في. والشارع اللي فوق زي ما انكم شايفين الشارع اللي فوق ما شاء الله الكوبري الجديد ما شاء الله تبارك الله، زي ما انكم شايفين هذا الكوبري يوجهك على طول على القطار والمطار. شوف يا اخوان هذا اليوتير اللي تكلمنا عنه، وهنا اللي هو الدائري اللي مغلق حاليا، وهذا هو الكوبري ما شاء الله تبارك الله اللي هو بشرة سارة لأهل المدينة ما شاء الله تبارك الله. هنا زي ما انكم شايفين على يسارنا الآن شغالين في الزرع ما شاء الله، هيكون شيء ثاني، ما ادري ايش الانفاق هذه، يمكن هذه انفاق احتياطية او شيء ما اعرف صراحة. الله يسعدك ما شاء الله تبارك الله، ايش قاعد يصير في طريق ملك عبد العزيز؟ تطوير في خدمات الأرصفة والزراعة والأسفلت، تطوير برضو الكوبري. وهذه ان شاء الله متى نشوفها يعني على ارض الواقع؟ هو الكوبري ان شاء الله اتفتح، لكن التطوير باقي في الطريق نفسه. في الطريق نفسه يعني بالنسبه للزرع ما الزرع شغالين فيه يعني احتمال يعني قبل رمضان يكون جاهز، احتمال كبير ان شاء الله. الله اعلم. وفي مسار ما شاء الله شفناه اللي هو حق الباصات، هذا تقريبا متى يكون جاهز؟ لسه ما في شيء واضح. لسه بادين فيه، لسه شركة بدأ فيه. معلومة كده بسيطة يعني التطوير حنشوف المدينة إن شاء الله بعد 10 سنوات غير إن شاء الله. الله يسعدك يا أخوان. إحنا الآن قطعنا الشارع وهذا هو الكوبري الجديد ما شاء الله تبارك الرحمن، 3 خطوط على المسجد النبوي الشريف. في شيء هنا في النص خلينا أوريكم. شوف يا أخوان شالوا الرصيف كامل من هنا، هذا هو شارعين ووسطه رصيف، إذا واضح معاكم ما شاء الله تبارك الرحمن. هو شارع مزفلت وخطين رايح جاي، نفس الآلية اللي موجودة والله أعلم في سيدنا حمزة. زي ما أنكم شايفين باص متجه إلى القطار والمطار، وباص هيكون راجع إلى الحرم المدني الشريف. قدام الآن عواميد، ما أدري احتمال كبير حيكون العواميد في المنتصف والباصات تكون يمين ويسار، أو إنه يشيلوا العواميد حاليا مو واضح، لكن هذا واضح إنه هذا هو مسار الباصات في طريق ملك عبد العزيز. هذا الشارع يا أخوان كان فيه ازدحام شديد جدا، والحمد لله مع التوسعة الجميلة جدا زي ما انكم شايفين ما في اي ازدحام، والشارع سهل، والناس كلها شوفوا رايحين على طول على القطار والمطار. والشارع الثاني اللي بياخذ اليوتير الان يقدر ياخذ يوتير ويرجع مره ثانيه للحرم النبوي الشريف او على الدائري، او حتى لو نسي يطلع فوق يقدر يروح القطار. يعني صراحه شيء من الاخر للفاخر. طيب يا اخوان الله يسعدكم يعطيكم العافية، كده تنتهي جولتنا اليوم. اعطونا رأيكم في التعليقات اذا عجبكم التغطية هذه وتبغوا تغطية عن مشاريع المدينة، عن المحطات الجديدة، الشوارع الجديدة الموجودة في المدينة، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات حتى اشوف ارائكم ونصور على حسب رغبتكم. احنا كده وصلنا لنهاية حلقة اليوم، اعطونا رأيكم في التعليقات ونشوفكم في الحلقات القادمة. سلام سلام.